السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، أحييكم وأقرأ لحضراتكم هذه النشرة. إليكم أهم عناوينها. دورة تدريبية لرفع الوعي المجتمعي حول تلقيح الأطفال ضد الشلل. مقتل ما لا يقل عن 953 مدنيا في أوكرانيا. من مقدمة النشر إلى تفاصيلها، أهلا بكم. عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء شغل مؤتمر رؤساء اللجان الدائمة في البرلمان، وذلك برئاسة رئيس البرلمان السيد محمد علي حمد، لمناقشة مشاريع قانونية مختلفة. ومثل الحكومة في هذا المؤتمر رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد بحضور النائب الثاني رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان البرلمانية، وبذلك تم إحالة 5 مشاريع قانونية إلى اللجان المختصة، وهو مشروع قانون يتعلق بتحويل المكتب الجيبوتي لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية إلى مؤسسة صناعية وتجارية عامة، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم أمانة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، ومشروع قانون يتعلق بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع الممر الاقتصادي الإقليمي للجيبوتي، ومشروع القانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع المؤسسة الرقمية الجيبوتية. وفي الختام، وافق المؤتمر الرؤساء على تأجيل جلسة المناقشة حول السياسة العامة إلى موعد لاحق، والتي كانت مقررة مبدئيا عقدها غدا. عقدت اللجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحمن عوالي ياسين اليوم الأربعاء جلسة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمركز الدولي للهندسة والتكنولوجيا الحيوية. وحضر الجلسة الذي ضم أعضاء من اللجنة وغير الأعضاء وزير التعليم العالي والبحث الدكتور نبيل محمد أحمد برفقة مدير عام مركز البحث. في ختام المناقشة أبدى أعضاء اللجنة موافقتهم حول القانون الذي تم مناقشته من أجل نقله إلى جلسة عامة. افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد روبلي عبد الله دورة تدريبية وإعلامية أقيمت لفائدة أصحاب الفضيلة من العلماء والأئمة والدعاة لتعزيز دورهم في رفع الوعي المجتمعي حول تلقيح الأطفال من الشلل، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. وشارك في الجلسة الافتتاحية للورشة التي حضرها كبار مسؤولي وزارة الصحة العشرات من أئمة المساجد والوعاظ الذين قدموا من مختلف أحياء إلى عاصمة تلبية للدعوة الموجهة من وزارة الصحة. وفي كلمة قصيرة القاها في مستهل اللقاء، شدد وزير الصحة على الدور الكبير الذي ينهض به العلماء لتوعية المجتمع ولا سيما الآباء والأمهات لحثهم على تلقيح أبنائهم ضد شلل الأطفال، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إصابة أطفالنا بهذا الفيروس الفتاك. وأثنى الدكتور أحمد روبلي عبد الله مواكبة العلماء والأئمة والدعاة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة من أجل والتي تقوم بها دائرته الوزارية لتحسين الأوضاع الصحية للسكان والحد من تفشي الأمراض المعدية، بما في ذلك الإجراءات الصحية المتخذة في الفترة الأخيرة للحلولة دون انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى البلاد. نظمت وزارة الصحة صباح اليوم دورة تدريبية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة حول ممارسة تنظيم الأسرة الجيدة بمشاركة حوالي 30 قابلة من مختلف أقسام الأمومة في البلاد. وركزت هذه الورشة على وسائل منع الحملة طويلة الأمد وتنظيم الأسرة بعد الولادة، كما شاركت في هذه الدورة التي تستمر أو ستستمر 4 أيام القابلات من المرافق الصحية التابعة للهيكل الصحية التابعة للقوات المسلحة والأمنية مثل الدرك الوطني والشرطة الوطنية وخفر السواحل، وفقا لرئيسة قسم صحة الأم والطفل السيدة فاطمة علي عبد الله. أكدت أن الهدف من التدريب هو تحسين إدارة تنظيم الأسرة في نهج يقوم على الإنسانية والإنصاف وكذلك التقارب الأفضل مع المرضى. وأكدت السيدة فاطمة على أن هذه الجهود تهدف إلى توفير الرعاية الطبية
هامة. استقبل رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حدي صباح اليوم في مكتبه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية دكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك في إطار زيارته الرسمية في جيبوتي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث وعملية السلام في اليمن والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما حضر اللقاء قرب معاوني رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة والسفير اليمني في جيبوتي وسفير جيبوتي في اليمن. كما زار الوزير البنية التحتية للموانئ في البلاد وخاصة تلك التابعة لميناء دورالية متعددة الخدمات، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة الدولية في جيبوتي. نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في فندق كامبيسكي بالاس مناسبة مكرسة لاختتام ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للمغتربين المشاركين في التنمية، والتي استمرت لمدة 3 أيام، وذلك بحضور وزير الداخلية سيد سعيد نحسن وسفير الاتحاد الأوروبي سيد إيذان وكبار المسؤولين في الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى المشاركين في الورشة. وكان الهدف من هذه الورشة الاستغلال الأمثل لموارد البلاد الاقتصادية ومنها الاستثمارات المغتربين وطاقة البشرية المتاحة. وسلطت هذه الورشة الضوء على دور المغتربين الجيبوتيين ومساهمتهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وقيام الحكومة بمزيد من التسهيلات والخدمات اللازمة لدعم هذه المبادرات. وتعتبر هذه الورشة استثنائية لما لها من الأهمية في وضع صورة عن الاستغلال لموارد البلاد الاقتصادية ومنها مناقشة تعزيز استثمارات البلاد. في إطار النسخة الثانية من مهرجان القراءة وترقية القراءة لدى الطلاب، تتواصل اللقاءات بين الكتاب والمؤلفين والطلاب الجيبوتيين الدارسين في جميع المدارس الحكومية في البلاد. ويعد مهرجان القراءة حدثا مهما يهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعلم لدى الطلاب من خلال إقامة أنشطة متنوعة تثير اهتمام التلاميذ وتشجيعهم على القراءة، حيث ترعى السيدة الجيبوتية الأولى السيدة خضرة محمود. ويشارك في هذا الحدث ما يقارب من 10 كتاب ومؤلفين جيبوتيين، حيث يتم عرض أعمال أدبية لكتاب محدودين. ويتضمن أنشطة مهرجان القراءة بفعاليات لعشاق القراءة بمشاركة من أمناء المكتبات والمعلمين من كل مدرسة، ورش عمل حول القراءة والكتابة وقراءة القصص، بالإضافة إلى تقديم الشهادات. وشكل هذا المهرجان فرصة للأطفال للتحديث وترقية القراءة لديهم، وذلك ضمن المبادرات المدرسية التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. كما يهدف هذا الحدث إلى خلق بيئة تعليمية وثقافية تقام في جو احتفالي من أجل إسعاد الأطفال. وتقيم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هذا المهرجان كل عام في شهر مارس لمدة 2 أسبوع في جميع المدارس في البلاد. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه، نظمت المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي يوم الاثنين الماضي لصالح تلاميذ الثانوية للشعبة العلمية سيغي اس بثانوية بلبلة، نظمت يوما مكرسا لزيارة محطات الآبار المختلفة في جمهورية جيبوتي. ويركز موضوع اليوم العالمي للمياه هذا العام على المياه الجوفية تحت شعار المياه الجوفية لجعل غير المرئي مرئيا، والتي تتمحور حول أن فكرة المياه الجوفية لا تظهر للعين ولكن تأثيرها يظهر في كل مكان. وتعود فكرة هذا اليوم العالمي إلى عام 1992، وهو العام الذي عقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في العاصمة الأرجنتينية ريو دي جانيرو. وفي نفس العام اعتمدت الجمعية العامة قرارها الذي أعلنت فيه يوم 22 من مارس من كل عام يوما عالميا للمياه. وخلال هذه الزيارة قام طلاب ثانوية بلبلة أولا بزيارة إلى محطة ضخ المياه بحنبلي، ثم تمكن الطلاب من زيارة محطة المياه في نقاد
ودودة ليختتموا جولتهم بزيارة حفر نقطة 223. بزيارتها كانت محطة نقطة 12 عفوا، حيث كانوا طلاب برفقة مسؤولي المصلحة الوطنية للمياه والمعلمين في ثانوية أو ليسي دي بلبلة. نظم في فندق كامبيسكي بالاس المنتدى الإعلامي الإقليمي حول كيفية تغطية التطرف العنيف من قبل مركز إيجاد للتمييز لمنع ومكافحة التطرف العنيف، وترأسد المنتدى الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد محمد علي حسن الأمين التنفيذي لإيجاد، كما أجرت بمشاركة سفير الولايات المتحدة في جيبوتي وسفير الاتحاد الأوروبي في جيبوتي أيضا، وجمع هذا المنتدى الصحفيين من الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل الإعلام المحلية والمؤسسات الصحفية من منطقة إيجاد بهدف منع ومكافحة التطرف العنيف على وسائل التواصل الاجتماعي. وتطرق المنتدى أنه يجب أن تكون وسائل الإعلام على يقظة باستمرار، وأن مثل هذه الأحداث تجعلها متيقظة والمبادئ التي من شأنها الحفاظ على المعايير المهنية. وفي كلمة اليمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أعرب عن سعادته للمشاركة في هذا المنتدى الإقليمي. يسعدني أن ألقي أمامكم هذا الخطاب وأرحب بكم ترحيبا حارا في هذا المنتدى الإقليمي الهام حول دور الإعلام في منع التطرف العنيف ومكافحته، وإن وجودكم معنا للمشاركة في هذا المنتدى يدل على الاهتمام الكبير الذي تولونه لهذا الموضوع المتمثل في منع التطرف العنيف ومكافحته. كما تعلمون، أصبح استخدام الإنترنت في السنوات الأخيرة على نطاق واسع كوسيلة لنشر الدعاية وجمع الأموال وتجنيد الشباب والتواصل مع النشطاء بشكل كبير. تستخدم الجماعات المتطرفة الإنترنت أيضا كمعسكر تدريبي افتراضي، حيث تنشئ أشكالا مختلفة من الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت من شخص لآخر أو من مجموعة إلى مجموعة لتبادل الخبرات والمعرفة. هناك مخاوف من أن الجماعات المتطرفة المختلفة تستخدم رسائل تهدد الاستقرار الدولي والتماسك الاجتماعي وحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد نشيد بالدور الذي لعبته منظمة إيجاد في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال إنشاء مركز التميز للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته. قامت مؤسسة ديوان الزكاة بتوزيع حصيلة الزكاة للعام 2021 على مستحقيها من أبناء منطقة دخيل بجنوب البلاد، واستفاد من هذه الحصيلة من أموال الزكاة 118.8 أسرة من الأسر الفقيرة في مدينة دخيل ومختلف القرى والنواحي التابعة لها. كما وزع الديوان أيضا كفالة الأيتام خصوصا الدفعتين الثالثة والرابعة على 83 يتيما ويتيمة. ونظرا لحلول شهر رمضان المبارك، وزع الديوان أيضا على جميع المستفيدين من توزيعات الزكاة والكفالة وكذلك على الأئمة ومؤديني مساجد إقليم دخيل هدية من الثمور. وحضر حفل توزيع كل من والي المنطقة سيد آدم موسى درار ورئيس المجلس الإقليمي المنتهية ولايته السيد عبد الرحمن يونس آره، ومدير عام مؤسسة ديوان الزكاة السيد سليمان حسين موسى وكبار معاونيه. كما شارك في الحفل أيضا كوادر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. وبهذه المناسبة أكد المسؤولون على أهمية هذه الخطوات التي أو هذه المشاريع التي أسسها فخامة رئيس الجمهورية الحاج إسماعيل عمر جيلي لدعم ومساعدة الشرائح الضعيفة وتعزيز جهود محاربة الفقر ودعم سياسة الحكومة الاجتماعية.
المدير عام لديوان الزكاة السيد سليمان حسين موسى نقل في مستهل كلماته كلمة ألقاها في حفل توزيع الزكاة والمبالغ، نقل تحيات معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف إلى سكان منطقة دخل في جنوب البلاد، وأضاف قائلا: لقد أتينا إلى إقليم الوحدة دخل في سبيل توزيع حصيلة الزكاة للعام الماضي وكذلك مستحقات الأيتام من الكفالة، بالإضافة إلى توزيع هدية من التمور على المستفيدين من التوزيعات والأئمة والمؤدينين في مدينة الوحدة. وشدد السيد سليمان حسن موسى على أهمية الدور الذي ينهض به ديوان الزكاة والذي تأسس في العام 2004 بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي بهدف إعادة إحياء الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. شهدت النواحي والأرياف التابعة لمنطقة تجرة جفافا حادا وقحط وندرة الأمطار، لا سيما في المنطقة النائية الواقعة على الحدود مع أثيوبيا، وأثر هذا الجفاف على النواحي الواقعة بين درة وبلحو وكذلك جبل موسى علي، وخاصة في الأشهر الثلاثة الماضية حسب ما قاله الرحل. ولم تمطر السماء منذ فترة طويلة، ولم تتوفر الحيوانات مرعى، حيث أدى الجفاف المتكرر في منطقة تجرة إلى تفاقم تحديات الثروة الحيوانية المصدر الرئيسي لكسب العيش للأسر الرحل في المنطقة. وبسبب عدم هطول الأمطار ارتفعت درجة الحرارة بشكل حاد، حيث يجف العشب وتفتقر الماشية إلى العلف، مما يعني أن الحليب واللحوم ازدادت ندرة، ما يجعل الأسر البدوية عرضة للخطر. ويخشى رؤساء المسؤولون خاصة الذين زاروا هذه المواقع أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية، ويطلبون المساعدة وتقديم المساعدة الضرورية لهذه العائلات البدوية التي ليس لديها مصادر أخرى غير الزراعة. تلقينا ببالغ الحزن والأسى بوفاة المغفور له جامع سوبانيه ديرير الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي. هذا وكان المرحوم من مواليد عام 1956 في ناحية هولهول، وكان يعمل لفترة وعمل لفترة طويلة لدى القوات المسلحة الوطنية والوكالة الجيبوتية للطرق قبل أن يتقاعد. هذا وترك المرحوم وراه 10 أولاد والعديد من الأحفاد، وكما كان الراحل معروفا بطيبته في الوسط المجتمعي. نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلن رئيس جنوب أفريقيا أن بلاده ستخفض قيودها الصحية، وقدم تفاصيل الإجراءات بما في ذلك إلغاء ارتداء القناع. المزيد نتابع في هذا التقرير. أعلن رئيس جنوب أفريقيا أن بلاده ستخفض قيودها الصحية، وقدم تفاصيل الإجراءات بما في ذلك إلغاء ارتداء القناع وإلغاء الاختبار للمسافرين الذين تم تطعيمهم من الخارج. وقال السيد سيريل رامافوزا: نظرا للطبيعة المتغيرة للوباء والتقدم المحرز من خلال جهودنا الجماعية، فإننا نعتزم رفع حالة الكارثة الوطنية بمجرد الانتهاء من الإجراءات العامة والقيود الصحية التي نشرها وزير الصحة. سيتمكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو الذين حصلوا على اختبار سلبي من الذهاب إلى الأماكن الاجتماعية والثقافية، ولكن يظل المقياس منخفضا. وأضاف الرئيس أن 48% من البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، لذلك نحن ندخل السنة الثالثة من هذا الوباء بأمل أكبر من أي وقت مضى. إلى روسيا وأوكرانيا، لقي ما لا يقل عن 953 مدنيا مأصرعهم في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. لقي ما لا يقل عن 953 مدنيا مسرعهم في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، وفقا لآخر إحصاء نشرته منظمة الأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء.
قال المفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين في بيان صحفي إن ما لا يقل عن 953 مدنيا قتلوا وجرح 1557 في أوكرانيا خلال الفترة من 24 فبراير إلى 22 مارس. وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد القتلى والجرحى المدنيين سيكون أعلى بكثير. وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء أبلغت أوكرانيا عن مقتل 117 طفلا وإصابة 155 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية. ذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في أوكرانيا أن أطفال مدن كييف وخاركيف وتشرينيف كانوا الأكثر تضررا من التدخل العسكري الروسي. شنت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا أثارت غضبا وردود فعل متعددة على الصعيد الدولي، فضلا عن فرض عقوبات مالية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة ضد موسكو. أعزائي المشاهدين والمستمعين، بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشرة. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، أترككم في رعاية الله وأمانتي، إلى اللقاء.